يعني احنا سيكون الطلب من اخونا سعادة الاخ مشعل السبوره محمد ابن عمنا العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تتم به الصالحات حمدا طيبا طاهرا كثيرا مباركا فيه، ونصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. حقيقة يعني احنا بالنسبة لهذه الأيام يعني بدنا لكثرة المحبين نكون دائما نقف بمثل هذه المناسبات وفي يوم واحد أكثر من مرة. لذلك أنا لا أريد أن أطيل ولا أريد أن أكرر، لأنني أفهم بأن العطاء هو عطاء الله سبحانه وتعالى، وأعرف بأن الأرواح جنود مجمل، ما تعارف منها اختلف وما تذاكر منها اختلف. وأعرف أخي فارس هذا الشاب المحترم الذي أعتز بمعرفته حقيقة، لأنه يشكل نموذج الشاب العصامي هذا الذي ينقل الخبر عبر دائرة النقاء والصفاء، وهو الذي يبحث دائما كالصحفي بدورها عن الحقيقة. وأنا دائما بقول على يعني الصحفي أن يكون بدال قلمه مقدسا مثل دم الشهيد. وهذه العشيرة الكريمة التي جاءت إلى مضاربكم وإلى هذا المكان الذي جمع الرجال الطيبين، لأن يقال بأن زينة المجالس هو الرجال، فأينما كنتم فأنتم زينة بيوتنا وقلوبنا. لذلك أخي سعد الأخ أبو حمد المحترم، ويعني حتى لا أخرج عن الوصاة بأن نقل من الكلام، لأن خير الكلام ما قل ودل. نحن جئنا إلى هذه العشيرة الكريمة، عشيرة الصقر، وأنا أقول هنا الصقر لأنني أشعر بأن كل واحد منكم يرتقي إلى الأعالي، ونحن نحلق فوق أجنحته حتى نلامس عبرية السماء، وحتى يتنزل الليث من المسن حتى تنبت الأرض بقيمة ما جئنا من أجل أن نحقق به هدف نبيل، وهو إحياء السنة الكونية من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن جئنا أخي أبو فيصل أبو حمد الكريم، جئنا طالبين يد ابنتكم الآنسة رليم على سنة الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مذكرا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما يبنى عليه العطاء، حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عين. وأنتم تعرفون الأخ فارس، وهو الآن جاء حتى يكون له نصيبا من إحدى حرائركم، حتى يكون هنالك فتحا وحصانة لفتح بيت جديد من مهرة عربية أصيلة. نشكركم على جديد إصغائكم، ونتمنى أن نستمع إلى كلمة الأعضاء من أفواهكم الطاهرة، وشكرا على جديد إصغائكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية في هذا المساء الطيب باسمي وباسم عشائر السبور، نرحب بالجاهة الكريمة وعلى رأسها الأخ والعزيز والصديق الأخ أبو عكاد الأستاذ يسار الفصاري. وكما تحدث أخ الأستاذ يسار بأن الزواج هو من سنن من السنة الحكيمة الحميدة في هذا الكون، فلذلك جئتم في هذا المساء
عند هذه العشيرة وكل من حضر من الأقارب والأهل والأصدقاء في محافظة إربد، أيضا نكرر الترحيب بهذه الجاهة الكريمة. وكما نعرف بأن عشيرة الصلاحات هي من عشائر هذا الوطن الكبير ولها اعتبار، وطالب الأخ حبيب الأستاذ يسار زكى هذه العائلة، وأيضا نحن نزكي هذه العائلة الكريمة، لأننا على معرفة تامة بالقبائل في هذا الوطن الكبير. فاليوم باسم أخي وابن عمي الأستاذ علي اللافي السرور نقول لكم بأن رنيم أجدكم على سنة الله ورسوله، آملين أن تكون من بيت أهلها إلى بيت أهلها أيضا، وأنتم كرام ولكم الاحترام والتقدير. فأهلا وسهلا، فنقول لكم مبارك على سنة الله ورسوله، وأهلا وسهلا بكم جميعا. على ما تنطبق على الفاتحة. على يا شيخ يلا حي كده نحن سريع يا شيخ سريع شيل الكمان شيل سلامك ابو سامي سلامك ابو سامي